إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفه واحد تقنية من تقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون المسطرة الجنائية. فقانون المسطرة الجنائية لسنة 2002 كان ينص على تسليم المراقب طبيعة الحال في الباب المتعلق بالتقنيات البحث الخاصة، لكن في المشروع رقم 0118 القاضي بتغيير يعني القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية لسنة 2002، هذا المشروع جاء يعني بتقنية أخرى تسمى تقنية الاختراق، وبطبيعة الحال اللي هي المنصوص عليها في المادة 82.3.1، يعني 82.3.1 82.3.2، وما المواد التي بعدها تنص على هذه التقنية الجديدة التي نص عليها المشرع، والتي بطبيعة الحال تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108، أو ما يصطلح عليه فقهيا بالجرائم المتميزة الخطورة، بطبيعة الحال تمييزا لها يعني الجرائم الأخرى العادية، يعني الجرائم العادية كجريمة السرقة يعني جريمة بطبيعة الحال إصدار شيك بدون رصيد مثلا، بالإضافة إلى مجموعة من الجرائم لا تعتبر يعني جرائم عادية. الجرائم النصوص عليها في المادة 108 نص عليها المشرع بطبيعة الحال يعني بالنظر للخطورة التي تتميز بها هذه الجرائم، لذلك يعني حاول المشرع أن يعطيها يعني موضع خاص وتقنيات بحث خاصة بها بالنظر لخطورتها الإجرامية، بالنظر للخطورة الإجرامية للجرائم. إذا المادة 82.3.1 تتحدث عن أنه إذا اقتضت ضرورة البحث القيام بمعاينات لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 بعده، فإنه يجوز للنيابة العامة أن تأذن تحت مراقبتها بمباشرة عملية الاختراق وفق الشروط المبينة بعده. للتذكير، فالمادة 108 تتحدث عن الجرائم متميزة الخطورة أو الجرائم الخطيرة، بحال مثلا جرائم التجار الدولي في المخدرات، تبييض الأموال، جرائم الاتجار بالبشر، يعني هذه هي الجرائم اللي كتنص عليها في المادة 108. وبالتالي إذا اقتضت ضرورة البحث يعني القيام بمعاينات لجريمة أو أكثر من هذه الجرائم، بحال مثلا جريمة تبييض الأموال، إذا اقتضت الضرورة أن الضابطة القضائية تقوم بمعاينة الجريمة، في هذه الحالة النيابة العامة تحت يعني تأذن تحت مراقبتها بمباشرة عملية الاختراق. أشنو كنقصدو بالاختراق؟ الاختراق هو واحد الوسيلة ولا تقنية كتمكن ضابط أو عون الشرطة القضائية المختص بطبيعة الحال تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة باش يقوم بتتبع ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم من خلال التظاهر أمام هؤلاء الأشخاص بأنه فاعل أو مساهم أو مشارك أو مستفيد من الأفعال الإجرامية موضوع البحث، ويمكنه لهذه الغاية استعمال هوية مستعارة، ويمكنه أيضا عند الضرورة ارتكاب إحدى الأفعال المبينة في المادة 82.3.2 بعده. إذا هذه التقنية هي تقنية يعني جديدة، يعني كتمكن أننا نحاول ما أمكن أننا نتبعو واحد الجريمة معينة، بحال مثلا جريمة تبييض الأموال، يعني كنحاولو ما نوضعوش واحد الحد لهذيك الجريمة يعني بإلقاء القبض على الأشخاص، يعني كنحاولو أننا نخترقو هذيك الجريمة، وكنحاولو أننا ناخدو يعني واحد الهوية بطبيعة الحال مستعارة، والتظاهر أمام هؤلاء الأشخاص بأننا نحن فاعلين أو مساهمين أو مشاركين أو مستفيدين من ذلك العمل، وذلك من أجل يعني تتبع ذلك العمل ومعرفة من هم الفاعل الأصليين مثلا لعملية مثلا تبييض الأموال، ومن هم المشاركين في هذه العملية والمساهمين في هذه العملية، وكل من له علاقة بهذه العملية. إذن هنا المشرع ابتدع هذه الطريقة من أجل يعني وضع حد لهذا النوع من الجرائم، ولكن بطريقة وتقنية خاصة وهي ما يسمى بتقنية الاختراق. إذن
فعملية الاختراق يعني بطبيعة الحال تكون عملية اختراق موضوع محضر أو تقرير ينجز من قبل ضباط الشرطة القضائية الذي أو ضابط الشرطة القضائية الذي عهد إليه بتنسيق العملية، يتضمن العناصر الأساسية الضرورية لمعاينة الجرائم دون أن تعرض أمن ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية أو والأشخاص المبينين أدناه لأي خطر معين. إذا بطبيعة الحال ضابط الشرطة القضائية يقوم ب يعني ب ب ب ب ب باختراق يعني واحد العملية ديال معاينة واحد الجريمة معينة أو أكثر عن طريق يعني هذه العملية التي تسمى بعملية الاختراق تحت إشراف النيابة العامة، وإنجاز محضر أو تقرير يعني في يتضمن يعني جميع العناصر الأساسية والضرورية التي شملتها المعاينة. بطبيعة الحال تكون عملية الاختراق موضوع محضر قلنا أو تقرير، وتكون باطلة يعني كل عملية اختراق تتم خرقا لأحكام هذه المادة. بطبيعة الحال من خلال هذه المادة يتبين بأن هذه العملية لا يمكن أن يقوم بها إلا أشخاص محددون لهم صفة معينة وهم يعني ضابط أو عون الشرطة القضائية المختص. يعني المشرع هنا يعني نص على شرط أن يكون هناك ضابط أو عون شرطة مختص، ونص كذلك على ضرورة أن تكون هذه العملية تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة. وبالتالي فإن الضابط أو عون الشرطة القضائية هنا هو يعني صفة ضابط أو عون الشرطة القضائية هنا يعني شرط ضروري مع استعمال هوية مثلا مستعارة أو يعني ارتكاب يعني إحدى الأفعال المبينة مثلا في المادة 182.3.2. كذلك يعني اشترط المشرع على ضرورة ختم هذه العملية أو تكون موضوع هذه العملية محضر أو تقرير ينجز من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي عهد إليه تنفيذ العملية. وكذلك شرط ثالث أو شرط رابع يتعلق بضرورة أخذ الحيطة والحذر من دون يعني تعريض ضابط الشرطة القضائية المنفذ للعملية للخطر. وبطبيعة الحال تكون باطلة كل عملية اختراق يعني تتم خرقا لأحكام هذه المادة. المادة 82.3.2 تتحدث عن أنه يمكن للضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم من قبل النيابة العامة بتنفيذ عملية الاختراق القيام داخل إقليم المملكة بما يلي. إذا هذه عملية الاختراق تتم وفقا لهذه الطرق: أولا اكتساب أو حيازة أو نقل أو تسليم أو استلام ممتلكات أو أموال أو وثائق أو معلومات أو أشياء مجرمة أو متحصلة من ارتكاب جرائم أو استخدمت لارتكاب جرائم أو معدة لارتكابها. ثانيا استعمال وسائل قانونية أو مالية أو وسائل نقل أو تخزين أو إيواء أو حفظ أو اتصال أو وضعها رهن إشهار الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم. ثالثا استخدام هوية أو صفة مستعارة في وسائل التواصل الاجتماعي مع واحد أو أكثر من الأشخاص الذين يشتبه في كونهم ارتكبوا أو سيرتكبون جرائم أو القيام بواسطة هذه الهوية أو الصفة المستعارة إحدى العمليات المشار إليها في البلدين واحد وجوج أعلاه، أو استخراج أو إرسال جواب على طلب صريح أو الحصول على الاحتفاظ بمحتويات غير مشروعة مكونة للجريمة. إذا هنا يعني تكون انتحال صفة مستعارة أو استخدام هوية أو صفة مستعارة يعني عن طريق استعمال واحد الكونت مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي مع واحد أو أكثر من الأشخاص الذين يشتبهون في كونهم ارتكبوا أو سيرتكبون الجرائم المذكورة، يعني من أجل التواصل معهم بطبيعة الحال من أجل يعني التتبع ومعرفة كيف يقومون بهذه العمليات وإلى أين ومن أين ومن هم الأشخاص يعني المشاركين والمساهمين في هذه العملية إلى ما ذلك. ثم الفقرة الثانية تقول: لا يجوز أن تشكل الأفعال المذكورة بأي حال من الأحوال تحريضا على ارتكاب الجريمة تحت طائلة بطلان عملية الاختراق
والدليل المستمد منها. بطبيعة الحال هنا ضباط الشرطة القضائية المأذون لهم من قبل النيابة العامة يعني تنفيذ هذه العمليات يقومون بهذه الأعمال المذكورة في الفقرة 1 و2 و3 يعني بطريقة مشروعة دون أن تكون بأي حال من الأحوال يعني كتشكل واحد التحريض على ارتكاب واحد الفعل جرمي بطبيعة الحال تحت طائلة بطلان عملية الاختراق بكاملها والدليل يعني المستمد منها. وإذا اقتضت ضرورة تنفيذ عملية الاختراق القيام بأعمال خارج المملكة يعني المغربية فإنه يجوز للنيابة العامة أن تأذن بذلك وفق مبادئ التعاون القضائي الدولي بعد موافقة السلطات الأجنبية المعينة. كما هو الشأن بالنسبة لعملية تسليم المجرمين التي تتم في إطار التعاون الدولي فإن عملية الاختراق يمكن كذلك أن يكون لها بعدا دوليا بمعنى تنفذ خارج التراب المغربي شريطة يعني جواز النيابة العامة بذلك أو إعطاؤها إذن بذلك وفق يعني مبادئ التعاون القضائي بعد الدولي بعد موافقة يعني السلطات الأجنبية المعنية. وتنفذ عملية الاختراق التي تطلبها سلطات أجنبية وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين يعني 713 واحد و713 جوج من هذا القانون مع احترام مقتضيات المادة 82 3 1 أعلاه ما لم تنص اتفاقية مصادقة عليها من قبل المملكة المغربية على خلاف ذلك. ويوضع الإذن المذكور وجميع يعني المحاضر والتقارير المنجزة بهذا الشأن في ملف سري لدى النيابة العامة التي منحت. كذلك المادة 82.3.3 تتحدث عن أنه يكون الإذن بمباشرة عملية الاختراق يعني تحت طائلة يعني يكون الإذن بمباشرة عملية الاختراق تحت طائلة يعني البطلان مكتوبا ومعللا بطبيعة الحال ويتضمن تحديد الجريمة أو الجرائم التي تبرر اللجوء إلى هذه العملية وهوية وصفة ضابط الشرطة القضائية يعني ضابط الشرطة القضائية يعني الذي تتم تحت مسؤوليته كما يحدد المدة المأذون خلالها بمباشرة عملية الاختراق والتي لا يمكن أن تتجاوز 4 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بنفس الشروط. إذا الإذن بمباشرة عملية الاختراق يكون مكتوبا ومعللا وكيتضمن تحديد الجريمة أو الجرائم التي تبرر يعني اللجوء إلى هذه العملية وهوية وصفة يعني ضابط الشرطة القضائية الذي تتم تحت مسؤوليته هذه العملية وتحديد المدة التي لا يمكن يعني أن تتجاوز 4 أشهر قابلة للتمديد يعني مرة واحدة وبنفس الشروط. ويمكن للنيابة العامة التي أذنت بإنجاز العملية أن تأمر في كل حين وبقرار معلل بتعديل أو تتميم أو وقف العملية حتى قبل انتهاء المدة المحددة لها. إذا النيابة العامة بطبيعة الحال عندها الحق في أي وقت أنها بقرار معلل تأمر يعني بتعديل العملية أو تتميمها أو وقف العملية حتى قبل انتهاء المدة المحددة لها. ويمكن وضع الإذن رهن إشارة هيئة المحكمة بطلب منها لتطلع يعني عليه وحدها عند الاقتضاء. إذا فقط يعني حاولت أنني نعطيكم واحد الفكرة عن هذه التقنية أو تقنية البحث الخاصة واللي هي تقنية الاختراق اللي جابها المشروع الجديد. يعني تقنية الاختراق يعني فيها المادة كذلك 82 3 4 و82 3 5 و82 3 6 بطبيعة الحال تتحدث عن المسؤولية الجنائية لضباط الشرطة القضائية أو أعوان ضباط الشرطة القضائية خلال هذه العملية. إذا متى يكون مسؤول ومتى لا يكون يعني مسؤول جنائي ضابط الشرطة القضائية يعني كذلك وقف عملية الاختراق من طرف النيابة العامة يعني عندما تتحدث كذلك هذه المادة عن المسؤولية الجنائية. كذلك تتحدث عن المادة 82 3 6 يمنع الكشف عن الهوية الحقيقية لضباط أو أعوان الشرطة القضائية المنفذ العملية بهوية مستعارة في أي مرحلة من مراحل العملية.
بطبيعة الحال دون الإخلال بمقتضيات جنائية الأشد، يعاقب بالحبس من 2 إلى 5 سنوات وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم كل من كشف الهوية الحقيقية للضابط أو عن الشرطة القضائية. إذن هنا هذه المواد التي تتحدث عن المسؤولية الجنائية والعقوبات. إذن فقط هنا حاولت أن أعطيكم فكرة عن هذه العملية الجديدة التي جاء بها المشرع في المشروع الجديد، كيف تتم ومن هي الجهة القضائية المختصة وتحت أي رقابة تكون، ومن هم الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ العملية. كذلك بالنسبة للمدة والجرائم المشمولة بهذه العملية، بطبيعة الحال قلنا هي الجرائم المنصوص عليها في المادة 108. إذن فقط هذه حاولت نعطيكم فكرة، والسلام عليكم.